الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خفضت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل كبير لتسجل 52 مليون دولار مع بدء سريان التعليمات الجديدة للبنك بشأن مبيعات العملة الأجنبية. وشهد البنك المركزي خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي انخفاضا في مبيعاته بنسبة 74% لتصل إلى 52 مليون و70 ألف دولار أمريكي. غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 دينارا لكل دولار. وكان البنك المركزي قد أصدر يوم 26 من شهر أيلول الماضي تعليمات جديدة لبيع وشراء العملة الأجنبية للمصارف المجازة وشركات التوسط، والتي ستطبق اعتبارا من 17 من الشهر الحالي. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا، وقالت الإدارة إن أمريكا استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 188 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ متوسط صادرات فيه 31 ألف برميل يوميا. وأضافت الإدارة أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول بلغ 5,485 ألف برميل نفط يوميا، منخفضة بمقدار 530 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. وأشارت إلى أن أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا، تليها كولومبيا، وتليها روسيا، ثم المكسيك. كشف موقع استخبارات الأعمال في الشرق الأوسط عن تنافس صيني تركي للفوز بمشروع مائي ضخم في العراق تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 4 مليارات دولار أمريكي. وبحسب الموقع، فإن شركتي تشاينا بتروليم بايبلان المملوكة للحكومة الصينية وشركة تيك من التركية في طليعة المتقدمين للفوز بعقد خط أنابيب مشروع امدادات مياه البحر المشتركة في العراق. ويشير الموقع الاقتصادي إلى أن الشركة التركية هي الأوفر حظا بالفوز بالعقد، ويهدف المشروع إلى جلب كميات كبيرة من المياه إلى مناطق إنتاج النفط في العراق لحقنها في الآبار، ما يعزز إنتاج النفط. أعلن البنك المركزي اليمني وقف 54 شركة ومحل صرافة في مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد، وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك. وقال متعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال اليمني سجل انخفاضا غير مسبوق في سوق الصرف إلى 1350 ريالا للدولار للشراء و 1370 ريالا للبيع. وأكد البنك المركزي أنه ستتم إحالة تلك الشركات إلى جهات الاختصاص القضائي والأمني لاستكمال عملية تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بناء على قرار البنك المركزي. وشدد البنك المركزي اليمني على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأنشطة الصرافة الصادرة عنه وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف. قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن الارتفاع الحالي في معدل التضخم من غير المرجح أن يستمر، بينما تعهدت بمواصلة مساعدة اقتصاد منطقة اليورو لمواجهة استمرار تداعيات جائحة كورونا. وأكدت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي يولي اهتماما بشأن المفاوضات الخاصة بالأجور وغيرها من تأثيرات الجولة الثانية المحتملة التي قد تدفع الأسعار إلى الارتفاع بشكل دائم. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبلغ التضخم ذروته في وقت لاحق من العام الحالي قبل أن يتباطأ في عام 2022 مع توقع نمو الأسعار دون تحقيق هدفه على المدى المتوسط. ختام الموجز، إلى اللقاء.